صفة الوضوء يا أخي، الله يرضى عنك، تقدم. أي أحسن شيء، أبعد عنه. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوي أولا بماذا؟ بقلبه، ولا تلفظ بلسانه، أن يسمي، يغسل الكفين. غسل الكفين لم نذكره في الفروض فهو سنة، لكن إذا كان هذا الوضوء سبق بنوم في ليل لابد أن يغسل الكفين وجوبا 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء. استيقظ الشيخ لقيام الليل، استيقظ الشيخ لصلاة الفجر، وجب علينا يغسل الكفين 3 قبل إدخالهما في الإناء. لم يغسلهما وضوء صحيح. يغسل الكفين ثم يأخذ غرفة من ماء بيده اليمنى، يتمضمض بأن يدخل الماء في فيه، ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخريه، ثم يستنثر بأن يخرج الماء من منخريه ويمج الماء من فيه بغرفة واحدة. يتمضمض يدخل الماء في فيه وفي منخريه، ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه، ثم يغسل الوجه. يغسل الوجه، غسل الوجه من أين يكون؟ ما هو حد الوجه؟ حد الوجه منبت الشعر المعتاد إلى أسفل، أو منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. ما حكم تخليل اللحية؟ ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة، يعني لا يرى الخد، مثل لحية الأخ الآن ما يرى الخد، فهذا التخليل عند هذا الأخ سنة. ما معنى التخليل؟ يعني يخلل، يعني يأخذ حفنة من ماء يضعها تحت لحيته، أو يخلل هكذا بأصابع. هذا إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة، وإذا كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد أسفل من اللحية، فالتخليل هنا عندنا واجب، لأن المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية. مفهوم؟ طيب، ثم يغسل اليد اليمنى. ما هو حد اليد اليمنى؟ من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين. الآن هنا غسل الكفين فرض، وفي أول وضوء سنة، إذن هنا لابد من الغسل. اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح ولا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاء، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين، يستوعب الكعبين دون أن يشرع في الساق. يخلل ما بين أصابع الرجلين بخنصره، وهذا السنة، لأنه في الغالب أصابع الرجلين متلاصقة. بعد أن يفرغ من وضوئه يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صفة الوضوء. صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي بقلبه، ثم يسمي بسم الله، ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض ضربة واحدة فقط على الأرض، سواء كانت من طين أو رمل أو حصى أو حجارة أو صخر، ضربة واحدة على الأرض، مو على، ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما إذا كان، يعني علق فيهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه هكذا بدون تخليل، ثم ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول أن ينوي بقلبه، ثم يسمي، ثم يضرب، أضرب ضربة واحدة بدون تفريج، لا تفرج أصابع كذا، ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى وينفخ فيهما، ثم يمسح، ثم يا أخوان نتركه والله مو هنا، ثم ظاهر الكف اليمنى ثم اليسرى. أبدأ باليمين يا رجل، عد من جديد، عد من جديد يا أخوان، الله يرضى عنكم. لا أحد يتكلم. ينوي، يسمي، ضربة واحدة على الأرض، الله المستعان. نعم. ثم بعد ما يضرب وينفخ يمسح الوجه، ثم
ظاهر اليمنى، اليمنى وين ظاهر اليمنى يا رجل؟ اليمنى وين؟ امسح باليسرى على اليمنى هكذا، هاي امسح باليمنى على اليسرى. يلا من جديد الان من اول. في دواء لكن لا يباع في الصيدليه يسمى بماذا؟ أصبرين. إخواننا اصبروا شوي. أعوذ بالله. نعم. خلق الإنسان من عجب. قول يا شيخ. عيد من جديد. الأول أن ينوي، ثم يسمي، ثم ضربة واحدة على الأرض، ثم الوجه، نعم، ثم باطن اليسرى على ظاهر اليمنى، ثم الله يفتح لك. اجلس. صفة الاغتسال. الاغتسال عندنا ينقسم الى قسمين، اغتسال مجزئ واغتسال كامل. يعني اعلى اغتسال هو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كم صفة؟ صفة اغتسال مجزئ واغتسال كامل مستحب. الاغتسال المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يخلل ويدخل الماء إلى أصل البشرة مع المضمضة والاستنشاق، هذا اغتسال مجزئ. ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع مضمضة واستنشاق، مفهوم؟ نعم. الأخ هذا جاء عند الفرات قال بسم الله وغطس وخرج، تمضمض واستنشق، اي نعم، وعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، هذا نوى، لكن هذا نزل وخرج. نويت الاغتسال؟ قال لا، ما لم انوي. فهذا هل يتوضأ ب هل يصلي بهذا الدخول في الفرات؟ نعم. هل هذا يدخل؟ لا. طيب واحد واحد. ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، مجزئ. اغتسال مستحب، أكمل اغتسال، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. اغتسال مستحب أو اغتسال كامل، اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين ويبدأ يتوضأ وضوء للصلاة، يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل الوجه مع التخليل في كل لحية، هنا عن اغتسال، ثم اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الرأس ويرويه مع الأذنين، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا ثم الشق الأيسر، ثم يغسل الرجلين مرة أخرى، فرجين، ثم يغسل الكفين، يتوضأ وضوء للصلاة، يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل الوجه اليمنى اليسرى، الرأس يرويه مع الأذنين، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه، مفهوم؟